هذا البرنامج برعاية الحياة بتتغير، والطرق اللي بنحمي فيها بيوتنا كمان لازم تتغير. يعني بدل الخلطة هلأ صار في لميس 3 في 1، غطاء واحد من غير أي إضافات، حينظف 100 نوع من البقع ويطهر 100 نوع من الجراثيم، بيلمع أرضيات البيت وبيعمل ريحة حلوة. بدك تنظفي وتطهري صح وتضمني الحماية كل يوم، يعني ما فيش غير لميس 3 في 1 اللي ينظف ويطهر ويعطر. لميس 3 في 1 لنظافة بيتك كل يوم. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وصحة فطوركم، ونوجه تحية لرأينا الرسمي شركة لميس للتنظيف. حلقة جديدة أخرى من برنامج شغل مش عيب، اليوم حنسلط الضوء على المواطنة الليبية سيدة فجر. سيدة خبزة النور في كامبو تورغا هي وعيالها. طبعا نحن كما عارفين برنامج من شغل مش عيب نسلط الضوء على الناس اللي تخدم الكب عليها بشتاكل بذبتها بعرض جديد. اليوم حكون معها وحنتعلم منها كيف نبدأ خبزة النور، نرمي معها الخبزة، وإن شاء الله بدي نطلع برا للجانب الثاني هو مرحلة البيع بعد التطبيق. خليكم في المشاهدة. نحطه بيه بالمية والملح ونمسحه، وبعدين نرمي ونحطه قوتنا عليه باش تطيب. يعني انت وانت اليوم كم فرد التنور؟ والله وليدي ما نحسبش في رمضان، رمضان كبر نعزم في شوالي شوال الصبح وشوال العشية، قالوا في الفطر نعزم فيه ديما 25 كيلو 30 كيلو في الصبح، بس فترة الصبح ما فيش طلبية واحد، لكن في رمضان زبائن بس طبعا. شوف هذه هي توقيت الفنانة، هذه من 10 و 7 هي 32 سنة ما شاء الله. يعطيك الصحة، الله يسعدك. حتى عيالك معلمتهم يساعدوا فيها بعد تكون زحمة كيف هذه رمضان، لكن فطر ما فيش زحمة، نقعد بروحي مرات مرة، لكن في الصيام سيمتهم يساعدوا فيها. عندي بنتي جوا تعجل لي ربي، الله يسعدك. عائلة متكاملة، الحمد لله. احنا عائلة كنا 14 نفر، ما شاء الله، من 10 العيال 10 وانا ابوهم، وعندي 2 عيال بنتي وميت الربع، يعني العائله كلها 14 نفر قاعدين ونوكل فيهم هاد الكلام. يعني حاجه تعب عليك اكيد الحاجه، هذا شيء هذا شيء غرور. في يوم لا يوم تقعد في مستشفى تغذيات، ورغم انها رمعنا عليه بك دار نشوف الابتيه، وقال لي حسيت صدر، لكن الله غالب قدرش العيال كيف بتوقف كيف بتاكل ايش ان شاء الله. راتب الدوله ما فيش بك، العمال حره بس على حد. طبعا اليوم انا متعلق على منك. لا مرحبا، لا ما عندك مشكله، بنعلمك كيف واحد من عيالي. سلمك، ما عندك مشكله. طبعا قلت لك الحطب توا يكون، طبعا في عندك عجينه، طبعا عجينه قاعده واتيه، نحطها بالسطل نعجنها ونجيبها نحطها بالسطل انا، وبعدين نجيب نمسح بالصفرة زيت ونقرصها، نقرص على قيس فرديه ونغطي، تقعد تخمر بروحها بروحها علي ما ولع عند تنامير ودار نجمر، حول عدني ونقعد نرمي، نقعد نرمي ونقعدها في الطريقه هذه. قال له لا انا هناك هاي الطوطابه تقلعها ويعطيها، ايوه تو هيك قد يقلع ويعطي في الزبائن اللي بخبزها تقلع. اعطيني ام الموز. واو تعالى امسك المنشا وقلع، سمي بسم الله. لا حطي الموز، خليك عادي ما تخافش، ندي لك وحده لك بس تعرف مش تعلم. يا حقه طيح بروحها خلاص، هو ما عادش تقربها بالموز، تسقط المنشا فيكي تقعد ترفع وتدير يعني تشوف شنو خبزتك طابت ولا لا، بعد تطيب تاخذها وتحطها على بعض. تعال انت نوريك تنورك، هذا خير لك. زي بيرمي
مختار أعطيت إبراهيم أعطيت أسامة خبز تفرته أسامة أعطوه فارته أسامة أيوة أرطاها لطيب بش متنحرقش منها لا نزالت نية نزالت نية حرك النار بالموس أرطشها كيف يعمين لا أكل يا حق أخذها هيك كيف حط أسفها كيف ما كانت توا وجهك أيوة أسفها علي وجهك كيف ما كانت أيوة أو تقعد تحرك لا تقعد تحرك فيها بالموس مش ما تنحرقش بعد تنحرق معاش لها طعمها تقعد مرة تقعد كل مرة تشوف فيها أنت تلقاها طيبة تحطك أنت تلقاها طيبة نزال شوية هيك خلاص شفتها أعطيها السلطة ونعطيها الأول جبوني وهذه الأخرى هيا عبود خلينا نعلي الرمية هاي والله من معلم معلم الوليد الرمية تعال يمي نعلمك هنا الرمية اهو هو بتنورك انت لا قاعده مصبيه معنا ما خليش يحرق لك هيك نطلع اللوحه ذا كله عشان شنو نحطه فرادينا بعدين شوف شنو ندير اخرى نلم اللوحه نحط هذا كله ليش خبزه ما تنحرقش كلها كوم واحد عليك لان تخليها مطار خلوطه تحرق لك الخبزه كلها كلك مع الجنب لما جهه واحده ايوه لا لا تراب ما نقربش من فوق فوق بس الجمر بس تراب تقرب يطفي الجمر بعدين شوفه ناخذ هذي لقيتها مصفطه هيك صب عليها شنو ميه بعدين شنو نمسح جوا هكا لقيتها بعدين عاد تغسل يديك من الزفار وعنا شوية حتى العيال ما يقدروش يرموا كم سنة أنا الوحيدة هم يقلعوا بس لا هذا في الزيت هو في الكيواء قولنا على الأخوان هذا قديم بك لا لا 10 سنين معاه أول واحدة حقيت تطلع هكا وعرة شوية على لك بعد تأخذ عليه وليدي معاش تقعد وعرة ما يجيب سريع جتك أنا عندي تنور فوق مصطاح كنا نحن نولعوا له النار حتى بالخطف النار بس بعد أنت فرشوا بس عشان نسبك إنه سريع لا وعرة شوية حتى عيالي لهم كم سنة لك مش قادرين يحطوا يدين في النار يخافوا منها وعرة إبراهيم حمر كويس قاعد يشخر زبيضة للناس يا خليني أنا نحمرها حقيت أعطيني الخرقي وين إبراهيم توش ألانه نرفع توا النار ونحطها على التنور توا هيك خلاص ينطيب بعد طيب نقلع زي مشاهدين نرحبوا بهاني براس علي يعني دائما زبائن ياخذ خبزه من حاجه فجر هاني طبعا احنا برنامجنا الشغل مش هيك صلاتنا ضوء عليه الحاجه هذه قصه هي وعيالها ما شاء الله قاعدين ما تندين على انفسهم اعطت عيالها من صنعاء مسكينه قاعده بين النيران كل يوم عندي شو حاب في البدايه شو رايك في التنور بتاعها انك انت ما شاء الله قاعد تراجع فيه من بدري لا خبز التنور ها معروفه الحاجه فجر هي مش صوب غازي مش حتى المستوى كامبو توابع بعدين العمل الاول والاخيره مش عيب يعني ربي عاون كل متسبب يعني ومعروفه هي يعني في الكامبو كلها بخبزتها المستوى غازي خبزتها بالنظافه شغلها نحن نتودوا عليها حتى غير رمضان يعني ان شاء الله ان شاء الله رمضان حتى غير رمضان الايام العاديه عندها خبز التنور موجوده كل يوم صباح وعشية وقف في عادية وقف في شيء حق يعني الله يسمح لها يعني وإن شاء الله يكون ربي في ميزان حسناتها وإن شاء الله ربي يعطيها الصحة والعافية والعمل أولا وأخيرا مش عيب يعني العيب إن الإنسان يمد يده العيب إن الإنسان يصرف العيب إن الإنسان لكن الإنسان اللي يخدم ويجيب في قرص بالحلال هذا ما فيش حاجة في عيب يعني ناس في عمل شريف يعني رسالة لكل من شاهد فيك على برنامج العمل مش عيب شو تحب تقول الناس اللي ما زالت ما فكرتش انها تعتمد على نفسها ولا تشتغل ولا تكافح حتى ولو الظروف مش مساعدتها والله هي شوف خويا ما فيش حاجة اسمها الظروف مش مساعدة
من جد وجد ومن زرع حصد. يعني انت لو تبي تشتغل العمل موجود شتى مجالات الحياة يعني. لكن مشكلة العيب في شبابنا نحن. انت لما جيت تلقى لجان بيجوك الليبياني يعني يشتغلوا سنتين ثلاثة أربعة ويروح مكون أسرته وداير داير بيته ومتزوز ويتزوز ويرجع الليبيا أخرى يشتغل. لكن نحن للأسف ثقافة الشباب الليبي ما همش متعين شغل يعني. يبوا حاجة سهلة, يبوا شيء اللي يجيب البلاش, يبوا مرتب نهاية شهره بس, ما بيش يكد, ما بيش يجتهد, ما بيش يخدم. العمل في النهاية عبادة يعني. تجي تشوف الأجانب والناس تشتغل من الصبح لعند الساعة 8 يخدموا في 8 ساعات ويتريحوا في 8 ساعات. نحن أنا أغلبية الشباب تلقى كثر خيرة كانوا قاعد في كافي ولا قاعد في شوكة ولا قاعد في مقهى ولا كافة ولا يعني ما العمل مش قليل قليل. أنت وين تلقى الشاب ليبي يخدم إلا من يا تلقى عند أخوته الكبار أصلا يخدموا وخذوا في نفس التيار, يا تلقى والده كان يخدم خذها في نفس التيار. لكن للأسف إن الشباب الليبي كله يعني ما عندهاش تطلع للعمل وما عندهاش يبوا شيء بالسهل, يبوا كل حاجة بالسهل, خذوا لنا القرش يجي بالسهل. عشان هيك يا أخوي هاني نحن السنة هذه خلينا البرنامج طابع إنه هو توعوي ورسائل للشباب أكثر من هو برنامج غير بس يجي يصور مع الناس وخلاص. نحن حبينا أو فكرنا في برنامج شغل مش عيب إنه يكون برنامجنا له رسالة واضحة للشباب اللي مازال ما خدمش, مازال قاعد معتمد على غيره وهو يفطر. هذا فكرة برنامجنا اليوم. قصة قدامهم مشكورين موفقين إن شاء الله. تسلم بارك الله فيك يا هاني. هذه مش فكرة, هذه من صغري بوه وعندي باشي الله يرحمه الخبزة الكوش هذه ما نعرفوهاش ينتوفى الحوش خلاص من صغري من عمري 14 سنة في حوش هذه ينجر فيها من خبيث الراجل ترجاني هذا خلاص علاقتني مع السيابة تمي تميت تميت مات توي خصوصا نحن توي كان نحن موسم رمضان يكثر عليها الطلب يكثر واجب نحن توي لما جيناك شفت ماك عويتك طبعا نحن كنا جينا لك شعارنا الشغل مش عيب. نعم مش عيب يا أمي. مش عيب. نحن مرات يبعد توقف تنور نتعب ما نقدرش نوقف تنور نطلع نشتغل برا ناخذ بنتي نطلع نشتغل واحدة تجي تغسل نغسل واحدة تسيب سيقنا مش عيب يا أمي. نطلع نمشي نطلع مناسبات نطلع واحدة تبي تدير حملة في حوشة ناخذ بناتي نمشي يديروا في حملات يعني ديرك بشوفية فرح مناسبة فرح طلع معي واحدة تمسك طاولات واحدة معي عمر العمل ما تم معي مش عيب بس. اليوم في التنور شفنا حتى مشكلة كيف ما قلت لك عيالك هل هم توي متكاملين في تدبير التنور ولا مازال تنقزهم شوية؟ لا لا ما شاء الله العجن يعجنوا بسيمتهم لي لكن الرمي صعب عليهم شوية ما يقدروش ما يقدروش إلا واحد يكون شنو تبليلة بس لكن تبليعي يقلعوا مش عليك أنا ديما في أثناء حلقاتي ديما نعيش معهم من الناس نصور معهم ونتعلم منهم لكن اليوم التنور والنار ما قلت لك إلا الإنسان اللي يفهم ويعرف يا أمي بس وعيالي متعودين عليه اصلا كل رمضان كل حاجه بقى. لكن الرمي ما قدرش كم مره نعطيهم يطيحوا خبزه ينحرقوا ايديهم فيلم لا معناه انتم قلعوا ارفع اصفر وبيعوا ولعوا النار وانا اللي نرمي حاجه فجر طبعا في ناس ما زالت ما تشتغلش او تتحشم من عمل ما فيهاش عيب تنصحي العائله نقول لهم مش عيب العمل عمر ما على العيب ومد اليد والسلف والشحته والله يقعد راقد يقول لك انا ما عنديش أما ليبيا ليبيا قاعدة برزقها عمل ما لحد أي شغل نشتغله أي حاجة يوم يطلع القرش الحلال تاكله وبدأت ليبيا ما شاء الله الحمد لله خيرنا واجد العمل فيها مترطش شاروكية مستشفيات المدارس مش عارف كان قبيل كالناس وكالناس والله سكافي طيب قهوة والله مضروري مكتب والله حاجة لا مضروري العمل مش عيب إن شاء الله ندير طاولة في وسط الشارع ونبيع فيها حط فيها حليب ومية ومية ونبيع مش عيب ورزق على الله وربي ما وربي بعد تسعة يعينك ربي بعد تسعة لو تمشي ما يخليكش لك بعد تقعد راقد تخليك لك بعد تقول يا الله وتسعة ربي بروحه يفتحها عليك ويسهل لك طريقك وانت حاجه فجر حتى في بدايه جيتنا لك انت قلتي الاساس هذا كله على الاسره على الاسره والدك والام الاساس كله اي العيب تلقاه في ناس مرات يوجعهم الكلام الاساس كله وليدي على الباطل ما نحكمش على العيل ولا على البنت هذه بالعطر الباطل مهم شيء يعني أساس صابوما هم اللي ورهم اللي بتعدل فاطمة عشان تتعذب تعدل على عيلك الله يسلمك الصحة والعافية ربنا الله يخليك ديما إن شاء الله التنورة متاعك
تكون منور بقى ان شاء الله. ان شاء الله بيك يا ربي. الناس من برا كلهم يشكروا فيك. لا تسلمي. اللي قال رتبة لواء واللي قال بغازي كلها تعرف تنور حاجة فجر. ربي يعطيك الصحة وتسلم يديك. سلمك. وطبعا نحن كيف ما قلنا دائما الشغل مش عيب. ديما الناس نصحتنا للشباب هاي الحاجة فجر ما شاء الله قاعدة تشتغل ومش مش 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 متحشمة وبرضو تعطي شيء هذا لعيالها. العيالها تعطي فيهم في حرفة ممكن يلقوها وتكون يعني سبب في 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 تحسين حال النادي. في الختام نحب نشكر الراعي الرسمي لبرنامجنا جلسة جميلة مواد التنظيف وأيضا تحية لجميع فريق العمل ولأستاذ يا رب يخليكم ويسلمكم. مرحبا بكم يا رب. يحفظ ليبيا. آمين يا رب العالمين. في جرحانا يا ربي يرحم موتانا كلنا ويصلح حال البلاد يصلح حال الشباب كلنا يا دين يا رب يا رب. هذا البرنامج برعاية الحياة بتتغير والطرق اللي بنحمي فيها بيوتنا كمان لازم تتغير. يعني بدل الخلطة هلأ صار في لميس 3 في 1 غطاء واحد من غير أي إضافات حينظف 100 نوع من البقع ويطهر 100 نوع من الجراثيم بيلمع أرضيات البيت وبيعمل ريحة حلوة. بدك تنظفي وتطهري صح وتضمني الحماية كل يوم يعني مفيش غير لميس 3 في 1 اللي ينظف ويطهر ويعطر. لميس 3 في 1 لنظافة بيتك كل يوم.